طيب خلينا نتكلم في البدايه طبعا عن استعدادات النادي الاهلي لمباراه بلاتينيوم ان شاء الله في الجوله الثالثه من دور المجموعات وبطوله دوري ابطال افريقيا. هذه البطوله والتحدي الهام جدا بالنسبه للنادي الاهلي وجماهيره في كل مكان. يوم السبت ان شاء الله المباراه الساعه 9 بالليل في استاد السلام. الاهلي بيستعد لهذه المباراه بمنتهى القوه ومنتهى التركيز والجديه، وان شاء الله باذن الله مهمه قوي قوي ان احنا نفوز بثلاث نقاط قبل الجوله الرابعه اللي هتكون هناك في زيمبابوي ايضا مع بلاتينيوم. لو خدت الست نقط مع الثلاثه اللي عندك يبقى كده تسعه، ماشي بشكل جيد جدا، وتحاول تعدل موقفك في مجموعتك خصوصا بعد الهزيمه غير المستحقه في الدور الاول او الجوله الاولى مع النجم الساحلي. خلينا نقول لحضراتكم من ابرز ملامح مران اليوم. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي حضر المران واكيد كان ليه بعض الكلمات التحفيزيه، وحضوره في حد ذاته بيبقى مهم قوي. وانا في الحقيقه عايز اتكلم مش حته بقى ان هو رئيس نادي، انسى ان هو رئيس نادي دلوقتي، احنا بنتكلم على اسم كبير في كره القدم المصريه، اسم كبير جدا في تاريخ النادي الاهلي، هو الكابتن محمود الخطيب، وهو اسطوره من اساطير كره القدم في كل الاحوال. فبالتالي حضوره النهارده ده دافع قوي جدا بالنسبه للاعبين. هو الراجل رجع اول امبارح بالليل من رحله العلاج في فرنسا، واول يوم ليه النهارده في النادي عشان مهام عمله كرئيس للنادي الاهلي، وبالتالي مع اول يوم كان مصر وحريص جدا على حضور مران الفريق النهارده ويتابع الاستعدادات لمباراه بلاتينيوم. دايما بيبقى شيء مميز من الكابتن محمود الخطيب وتواجده في تدريب النادي الاهلي. طيب خليني اقول لحضراتكم كمان ان تواجد الكابتن محمود الخطيب النهارده كان من خلال الجلسه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مستر رينيه فايلر، والحديث عن بعض الامور الهامه اللي بتخص الفريق، وكمان تحفيز اللاعبين زي ما اتكلمنا. من ضمن الامور الهامه جدا بعثه بلاتينيوم تصل القاهره لملاقاه الاهلي بدوري الابطال، وخلاص هما وصلوا فجر الخميس، فجر النهارده الصبح يعني بدري، وهيستعدوا من خلال تدريبين، تدريب النهارده وتدريب بكره. تدريب بكره بالنسبه لهم هيبقى على ملعب استاد السلام، وهو الملعب اللي هيستضيف المباراه باذن الله تعالى. فايلر يحاضر لاعبي الاهلي قبل المران. ريني فايلر مدير فني الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي كان ليه محاضره قبل التدريب كده للحديث عن بعض الجوانب الخاصه بمباراه بلاتينيوم واهميه هذه المباراه وكيفيه التعامل مع الفريق المنافس ونقاط القوه والضعف. ومش هتبقى المحاضره الاخيره النهارده، لا هيبقى في محاضره اخرى بكره باذن الله قبل المران. مران الاهلي بكره هيبقى الساعه الرابعه عصرا. طيب خليني اقول لحضراتكم كمان ان المران اشتمل على بعض الجوانب الفنيه والبدنيه الهامه وجوانب خططيه وتكتيكيه ركز عليها المدير الفني. رامي ربيعه خلاص انتظم في المران الجماعي، هو امبارح خلاص تم اعلان جاهزيته بشكل تام. امبارح كانت تدريبات استشفائيه للمجموعه الاساسيه، بالتالي الكل النهارده بيشارك في تدريبات جماعيه. من ضمن اللي شاركوا في التدريبات هو رامي ربيعه مدافع النادي الاهلي بعد الاصابه اللي كانت جات له في مباراه الاسماعيلي في العضله الخلفيه، عباره عن شد خفيف، وتم التعامل مع هذه الاصابه واصبح جاهز جاهزيه تامه. فيما يتعلق بحراس مرمى النادي الاهلي، تدريب كان للرباعي النهارده، تدريبات منفرده مهمه جدا. شريف اكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي ومصطفى شوبير، وكان تحت اشراف طبعا ميشيل مدرب الحراس، واشتملت على بعض الفقرات الخاصه بالتصويب والكرات العرضيه. شريف اكرامي شارك في جزء بسيط من التدريبات الجماعيه دي، وكان عنده جلسه في الجيم وخاض بعض التدريبات فيها بعد ما خلص التدريبات الجماعيه مع زمايله حراس مرمى النادي الاهلي. فيما يتعلق برمضان صبحي، بينهي العلاج الطبيعي بعد 12 يوم، وده اللي اعلنه الدكتور خالد محمود النهارده. ويعني في متابعه طبيعيه جدا سواء لرمضان او غيره من المصابين، يعني لازم تبقى متابع حالتهم اول باول. رمضان حالته، ناس كتير جدا بتسال دايما عن رمضان عن مدى اهميه هذا اللاعب مع الفريق خلال الفتره اللي فاتت، وخصوصا ان هو كان مستواه مرتفع جدا الفتره اللي فاتت، كان مؤثر يعني. فقدامه 12 يوم علاج طبيعي، وبعد كده هيشوفوا مدى تطور حاله اللاعب ومدى التئام العضله الخلفيه من خلال أشعة السونار، وبعد كده يتم الاطمئنان على حالته، وبناء على هذه الأشعة يتم تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية. قبلها هيبقى في بعض التدريبات التأهيلية. ده فيما يتعلق برمضان صبحي. فيما يتعلق بمحمد محمود، بيخضع لفحص طبي، واحنا عارفين محمد محمود عمل جراحة الرباط الصليبي من عدة أسابيع، وبالتالي بيشارك أو لسه يعني عنده بعض طبعا التدريبات العلاجية والتدريبات التأهيلية
تحت إشراف ماير الطبيب الألماني، وكلها فحوصات طبيعية جدا. وهو كان سافر الجونة عشان الطبيب الألماني كان هناك وتابع معاه الحالة بعد ما خد إذن طبعا من الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي. الأمور ماشية بالنسبة لمحمد محمود بشكل جيد وبشكل طبيعي، والأمور إن شاء الله بإذن الله تكون أفضل وأفضل ويرجع سليما، لأنه في الحقيقة لاعب مهم جدا. نفس الحال بالنسبة لحمدي فتحي، حمدي فتحي بينهي إجراءات سفره لألمانيا، وإحنا عارفين إن هو عنده برنامج علاجي، والفترة اللي فاتت كلها كانت عبارة عن راحة للاعب، تدريبات كلها كانت في يعني بعيد عن قدمه المصابة، وهيكون ليه برامج تأهلية خلال الفترة الجاية بعد ما يروح ألمانيا ويتم الاستقرار على كل الأمور التي تتعلق بإصابة اللاعب. عشان